المساعدة في ضبط الأمن والاستقرار داخل أحياء مدينة سرت، ونحييكم على مجهوداتكم اللي تبذلون فيها بالرغم من المعاناة والنقص الشديد في الإمكانيات وتأخير في المرتبات وإلى آخره، لكن نوصلكم تحايا مدير إدارة المعنوي سيادة اللواء خالد المحجوب على ما تبذلوا فيه من مجهودات يعني تعتبر جبارة يعني. فتحية لكم، واليوم التقينا بكم بخصوص ان كيف وصلوا لكم انكم انتم يعني ظهر الجيش، وانكم انتم يعني يعني بلاكم ما يصير شيء يعني. فاليوم عندنا نقاط معينة كي نحبوا نعرجوا لها بخصوص الدعم المركزي فرع سرت، اللي هو كما قلنا لكم كم انتم ظهر الجيش وكم انتم تأمنوا في المدينة، ووجودكم من أبناء سرت أو الأغلبية يعني حوالي 90% 50% من أبناء سرت. فالمواطن لما يشبه الجيش يقاتل في الجبهات وزارة الداخلية من خلفها تأمن، فهذا هو الأمن والأمان اللي يطمح للمواطن طبعا، يعني عكس الميليشيات. شوفوا في الميليشيات يعني السيارات العسكرية مسلحة في الطرقات وفي الشوارع ويضايقوا في الناس وإلى آخره، لكن احنا